Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm herkese. Ben Ahmetullah Nezeri. Bu yaş yardımlaşma ve kalkınma derneğinin Kunduz vilayetindeki mesulüyüm. Bugün 30. günü Ramazan 10. günü. 12 Mayıs 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan. Kunduz vilayetindeki Muratşeh köyünde 134. Sukiye Hayratı Hasan, Hüseyin ve eşi Algul adına açtık. Allah kabul etsin. Hasan, Hüseyin ve eşi Algul'un Sukiye Hayratı bu Muratşeh köyünde yaşayan soydaşlarımıza ve bundan kullanacak insanlara armağan edildi. Allah razı olsun ve Sukiye Hayratınız kendi dergahında kabul olsun inşallah. İyi ki varsınız. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر قلوبنا بالقرآن اللهم اغفره وارحمه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركات اللهم افتحنا أبواب الخير والبركات اللهم افتح باب الخير والبركات في الأمر إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفور يا كريم يا ستار فالله خير حافظه ورحمة الرحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين